نادينا نادي الزمالك بيكمل استعداداته للمباراة القادمة، مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله. نادي الزمالك بيستعد، جوزيه جوميز مكسر الدنيا. بمعنى إيه؟ الراجل مركز مع الناشئين، مركز على قطاع الناشئين، مركز على اللعيبة الموجودة، بعد بكرة إن شاء الله ينتظم الدوليين، الراجل مركز في كل حاجة. خلاص الكونفدرالية خلصت، قفلنا صفحتها. في الاول كان عندنا ضغط مباريات وبنركز، دلوقتي الدوري والكاس والسوبر الافريقي هما اللي قدام عينه. الدوري الراجل وعد انه هيحاول يقدم كل اللي عنده، بيتكلم مع اللعيبه، لازم بيتكلم معاهم اكتر من مره في التمرين، ومش بس فكره انه يتكلم معاهم في المحاضرات، ده بيوقف التمرينات. ويمكن زمايلنا لما بيحضروا التدريبات بيقولوا لنا انه بيوقف التدريب كتير وبيقول لهم على بعض الجمل وبيوجههم على طريقتهم في اللعب داخل الملعب، بره الملعب بيكلمهم على حته انه انت ما ينفعش ترمي الفوطه طول مع الورقه والقلم وبتحسبها، الدوري لسه في الملعب، العب وموت نفسك، العب وموت نفسك. بعد بكرة إن شاء الله يعني الدوليين هيرجعوا ينتظموا في التدريبات، يعني بتكلم على يوم الأربعاء، يكون عندنا يوم الخميس إن شاء الله يكونوا جاهزين وفت تمرين الختامي، وبعد كده يوم الجمعة المباراة إن شاء الله. يمكن يعني مباراة سيراميكا كليوباترا مباراة مش سهلة، وخلينا نقول ان خلاص الدوري المصري الممتاز ما فيش ولا مباراة سهلة، اول الدوري بيخسر من الاخير، والاخير بيخش ند بند مع المراكز المتقدمة، فان شاء الله ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يفوز بكل المباريات القادمة، وان شاء الله برضو المنافسين يتعثروا، فنادي الزمالك يقدر ان شاء الله يرجع مرة تانية ونتوج ببطولة الدوري المصري العام هذا الموسم. زي ما اتكلمنا احنا يمكن ضمننا اللعب في بطولة افريقية الموسم القادم، ولكن دوري ابطال ولا الكونفدرالية لم تحسم بعد. تمام؟ مش عايزين اشاعات على الموضوع ده، لان الموضوع ده الواحد الصراحة لما بيقراه كده في وسط السيزون يعني بيتعصب، لانه كفاية اشاعات، تعالوا نركز مع الفرقة ونعمل اللي علينا والباقي ده بتاع ربنا.